الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد أحمد ياسين، أحد ذوي المعتقل المغدور بسجن التاجي مصطفى. أهلا بكم سيدي، هل تسمعني سيد أحمد؟ نعم أسمعك. تعازينا الخالصة على فقدانكم لشاب مصطفى. نبدأ معكم بحيثيات اعتقاله والجهة التي اعتقلته قبل سنتين. نعم أسمعك بوضوح. نعم سمعت السؤال كامل. تفضل. بالنسبة لمصطفى، هو أحد أقربائي. اعتقل في سيطرة سابقة يسمونها سيطرة مشتركة. أثناء هو راح يتأدب في محافظة بالأنبار. نعم. فأثناء هذا الشيء يقول هاي الجنسية مالتك صورة قديمة، هي الجنسية إله. فمن هذا الأساس أخذوه واعتقلوه. فمن اعتقلوه يعني احنا بعد ما نعرف بيه وين، يعني رحنا لبغداد، مخبر استخبارات غيرها كلها وصلنا، احنا بس نوصل الحقيقه ما وصلنا. بعدين ورا سنه، يعني احنا بعد ما خلصنا مخبر ورنا، بعدين ورا سنه كامله اتفق بانه بسجن التاجي. هاي ورا سنه كامله. نعم. شلون الخبر كان عن طريق من الرمادي، هم عندهم معتقل هناك، فنزلنا قال ترى انا في سجن التاجي محكوم على شنو ما نعرف. ورا سنه رحت واجهتها، من واجهتها ايش قال لها؟ قال لها ماما انحكمت على ورقه بيضاء، يعني على ورقه بيضاء ما عندي اي شيء، وقعت على ورقه بيضاء. قلت لهم بس وخر التعذيب عني، ايش عندكم؟ اكتبوا علي من قد ما تعذبت، وهاي الصور هي اللي تثبت هذا الشيء. هذا بعدين، يعني هذا التعذيب زين، هذا التعذيب الاخير. لعد التعذيب الاول شنو كان؟ نعم. يقول وقعت على ورقه بيضاء، قلت لهم احكموني احسن واخر بس لا تعذبوني. بعد زيارته سيد احمد، بعد زيارته هل قمتم بتوكيل محامي او متابعه الموضوع مع القضاء؟ طبعا احنا من زارته امه، هي تدرين الزياره بالعراق الرجل ما يزور، هاي القانون مال العراق بس، يكون العالم كله. نعم. نعم تابعت الموضوع مع القضاء، ما ادري شنو قال. اما قام الحكم صار له سنه بعد ما يفيد فيه لا تمييز ولا ثقه. انا حتى محامين وغيرها ما قدرت اي شيء، لان قال ما دام ما هو التمييز ورا شهر اذا ما. لكن ما الحكم الصادر في حقه؟ يعني ما هي التهمه؟ التهمه يعني اثناء المواجهه ايش قال الوالد؟ قايل لها انا وقعت على ورقه بيضاء ودقوني حاسبات بكل العراق، ما عندي اي شيء، حتى محافظه الانبار يعني مجاوبتهم بين، قالت لهم هذا ما عنده شيء. سيد احمد، كيف تلقيتم خبر وفاته؟ يعني كيف تم التواصل معكم حول وفاته؟ وكيف ابلغتم عن سبب الوفاه؟ احنا تلقينا الخبر عن طريق اتصال قبل العيد بثلاث ايام. وسبب الوفاه؟ نعم تلقينا الخبر قبل العيد بثلاث ايام. يعني شلون طلعنا عيديه، هاي العيديه مالتنا، ايش قالوا لي انك مريض؟ قلت لهم مريض، لان هم زارته تقول ما شاء الله حال زين. قالوا لنا مريض، يقول لي توفى. قال لي توفى، هاي صار حظر كلها. يوم الاحد رحت استلمت نطق العدلي، المهم اخذته ما ادري شنو، شفنا التعذيب، صورناه التعذيب وتشوفون يعني وجوده التعذيب شنو؟ يعني شنو التعذيب؟ شاقين هديه، حارقين رجليه في ازازه
اعتقد في يعني ما اقول لا بالاعراب ولا الاسرائيلي يعني بكل العالم واحنا بلد اسلامي يعني بس يعني بلد اسلامي ويصير توفى يعني هيك بروده تعذيب هذا شنو قدامكم التعذيب شنو سبب الوفاء؟ على اذن شلون قدم طيرين من حقها بس احنا نقول ما نقول غير حسبي الله حكومتنا وعلي سووا فيه هذا الشيء خيار المحاكم الدوليه محاكم ما راح تدينا فيه المحاكم الدوليه يعني بحالتنا احنا واكيد دولي كامل مفصل واي واحد وكله دوليه بان يدافع سيد احمد بعد استلامكم للجثمان ما درجه علامات التعذيب التي ظهرت عليه؟ لا ادري ان كنت اشرت لذلك في جوابك السابق لان الصوت لم يكن واضحا. والله درجه التعذيب يعني احد اختي احد الاذنين هي مقطوعه. نحن نشاهد هذه الصور. القدمين محروقة حرق شوفينها شلون حاركها ابتسام يعني قاش يعني مكشوطة قشط هاي ايده هاي الحفرة اللي بايده يعني شلون ادريلات ما اعرف شنو من غير اللي ما صورت بجسمه اللي ما يعني مطفين جقاير وغيرها حافرين بجسمه حفر مو طبيعي يعني الاسلام ما تسويها يعني حتى لو احنا لو نروح اليهود يحترقون البشر ما يسوون هذا الشيء اللي سووهم شنو واني ما عند عداوه لا عندي يعني ما تلقون الحاسبات كلها ما تلقون عنده بجد الثرة. شكرا جزيلا لك على شهادتك أحمد ياسين حذوي المعتقل المغدور بسجن التاجي مصطفى كنت معنا عبر الهاتف من بغداد ورحم الله الفقيد.